بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة. زره متى كنت حزينا، هذه من الضمانات التي جعلها الله سبحانه وتعالى وأهل البيت عليهم السلام لزائر الحسين سلام الله عليه، وبينوا بأنه كل إنسان يشعر بهم بغم بحزن لديه حاجة معينة، هذا ضمان أكيد من الله سبحانه وتعالى ومن قبل أهل البيت عليهم السلام بأنه إذا أراد أن تقضى حاجته وأن يذهب هذا الهم والغم عن قلبه عليه بزيارة قبر الحسين سلام الله عليه. هذا ضمان مؤكد، وسنأتي ونبين هذه الروايات الشريفة التي حثت المؤمنين على زيارة قبر الحسين سلام الله عليه. لاحظوا بعض الأحيان الإنسان المؤمن يصاب بهم بغم بحزن، هذه الدنيا مليئة بالمشاكل، مليئة بالأحزان، مليئة بالأشياء التي تنغص معيشة الإنسان، تراه بأنه يتحير في إيجاد الحل، يتحير في من يذهب إليه حتى يحل مشكلته. أهل البيت عليهم السلام يقولون له بأنك إذا أردت العلاج الحقيقي والمخرج الحقيقي لأزمتك ولمشكلتك تعال إلى قبر الحسين سلام الله عليه. هذا ضمان من عندنا ومن عند الله سبحانه وتعالى بأنه سوف نمحي ونذهب هذا الهم والغم عنك. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يقول للشيء كن فيكون، فلماذا أنت تذهب إلى الناس حتى يحلوا مشاكلك، حتى يخرجوك من هذه الأزمة التي تمر بها؟ تعال إلى قبر الحسين سلام الله عليه، وهو الذي يتكفل لك بعلاج هذه المشاكل التي تعاني منها. لاحظوا، وردت رواية عن الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه أنه قال: إن الحسين صاحب كربلاء قتل مظلوما مكروبا. المكروب هو يأتي بمعنى الحزن الشديد. الإمام الباقر عليه السلام يبين، يعطي الأحوال التي أو الصفات التي مر بها سيد الشهداء عليه السلام قبل شهادته، قبل قتله. قال: قتل مظلوما مكروبا، يعني في حالة من الحزن الشديد على عياله، على فقد إخوانه، أطفاله، أصحابه، على ما سيجري على عياله ونسائه. قتل مكروبا سلام الله عليه، عطشانا، لهفانا، وحق على الله عز وجل. ضمان هذا الإمام الباقر يأتي ويبين، حق على الله عز وجل أن لا يأتيه لهفان ولا مكروب ولا مذنب ولا مغموم ولا عطشان ولا ذو عاهة، يعني مريض بعاهة معينة. ثم دعا عنده وتقرب بالحسين عليه السلام إلى الله عز وجل إلا نفس الله كربته وأعطاه مسألته وغفر ذنبه ومد في عمره وبسط في رزقه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الإمام الباقر عليه السلام بيّن بأنه هذا نوع من أنواع التعويض الإلهي لزائر الحسين سلام الله عليه، هذا نوع من أنواع الكرامة التي أعطاها لسيد الشهداء عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام قتل بهذه الحالة، بهذه الكيفية، فحق على الله عز وجل أن يعوض زائره بهكذا تعويض، بأنه لا يأتيه أحد مكروب مغموم ذو عاهة عطشان ملهوف إلا ورده إلى أهله مستجاب الحاجة، مستجاب الأمر الذي جاء به، مشافى من كل ما طلب الله سبحانه وتعالى أن يشفيه منه، يرده فرحانا مسرورا إلى أهله. كذلك في رواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: قال الحسين عليه السلام، ينقلها عن سيد الشهداء عليه السلام، يقول أنه قال: أنا قتيل العبرة. يعني ما معنى قتيل العبرة؟ يعني لا يمكن لأي شخص يسمع بمقتلي ويسمع بقتلي إلا وتجري عبرته، فأصبح مقتلي مرافقا ومصاحبا للعبرة، ملازما للعبرة،
لا يذكر اسم الحسين، لا يذكر مقتل الحسين عليه السلام إلا وترى أعين المؤمنين تفيض بالدمع. قتلت مكروبا، سلام الله عليك يا أبا عبد الله، يتحدث عن نفسه يقول أنا قتلت مكروبا، يعني قتلت في حالة من الحزن الشديد، وحقيق علي، يعني أيضا ضمان. الرواية الأولى كانت ضمان من الله سبحانه وتعالى، هذه الرواية ضمان على سيد الشهداء عليه السلام، هو الذي يعطي الضمان لزائريه. يقول وحقيق علي أن لا يأتيني مكروب قط إلا رده الله وقلبه إلى أهله مسرورا. وأنتم جربوا هذا المعنى، جربوا هذا المضمون، وكما يقولون بأنه التجربة خير برهان. الإنسان الذي يعاني من حزن ويعاني من كرب، يعاني من غم، فليأتي إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام. والآلاف من المؤمنين والملايين من المؤمنين جربوا هذا المعنى، بأنه عندما يأتون إلى زيارة الحسين عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام يردهم إلى أهلهم فرحانين مسرورين، مقضية حوائجهم. هذا كله من أنواع التعويض الإلهي لزائر الحسين سلام الله عليه. كذلك في رواية أخرى وردت عن أبي صبيح، عن أبي صباح الكناني، قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن إلى جانبكم قبرا، يقصد قد يكون هذا شخص من سكنة الكوفة أو من أطراف كربلاء. الإمام الصادق عليه السلام خاطبه وبين له فضل قبر الحسين سلام الله عليه وفضل زيارته. قال إن إلى جانبكم قبرا ما أتاه مكروب إلا نفس الله كربته وقضى حاجته. هذا القبر المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى نعمة لكم أيها المؤمنين أيها الموالين، بأنكم جعلكم تعيشون بالقرب من هذا القبر الشريف. حقيقة هذه النعمة لا تجازى لا تشكر من قبل المؤمن، مهما أراد أن يجد في الشكر وفي الحمد لا يستطيع أن يدرك ثواب ويدرك عظمة هذه النعمة، ولا يمكن له أن يؤدي حق هذه النعمة، بأن الإنسان يبعد خطوات، يبعد كيلومترات قليلة بسيطة، يبعد دقائق قليلة ساعات قليلة عن اتيانه إلى قبر الحسين سلام الله عليه. هذه نعمة لا يمكن للإنسان مهما جد ومهما اجتهد أن يدرك عظمة هذه النعمة وأن يؤدي حقها وشكرها. ثم قال وإن عنده 4000 ملك منذ قبض، يعني منذ شهادته، شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة. لاحظوا هذا الوصف الذي أعطاه للملائكة الإمام الصادق عليه السلام، وصفهم بأنهم شعث غبر، يعني من شدة التراب، من شدة علامات المصيبة والحزن بادية عليهم، فتجدهم بأنهم شعث غبر إلى يوم القيامة، يبكون الحسين سلام الله عليه إلى يوم القيامة. فمن زاره شيعوه، يعني خرجوا معه، خرجوا خلفه، اصطحبوه إلى مأمنه، إلى أن يصل إلى داره، إلى أن يصل إلى محل سكنه، هؤلاء يكونون مرافقين له. ومن مرض عادوه، كل شخص يمرض حتى وإن كان في داره، حتى ولو بعد فترة معينة، يأتون هؤلاء الملائكة ويزورون هذا الزائر. خصوصا الإنسان المريض يفرح دائما بعيادة إخوانه المؤمنين، يفرح بزيارة إخوانه المؤمنين، يكون شيء من الفرح والسرور يدخل على قلبه عندما يشاهد أصدقائه أهله يأتون إلى زيارته. فما بالكم بمن يأتي إلى زيارته هؤلاء الملائكة، 4000 ملك يأتون إلى زيارة هذا الزائر المريض الذي يتمرض. ومن مات اتبعوا جنازته، يكونون مشيعين لجنازته. نعم نحن لا نرى ذلك بالعين المجردة، ولكن هذه من الأمور الغيبية التي أخبر بها الأئمة سلام الله عليهم، وجعلوها من الأمور الثابتة لكل زائر للحسين سلام الله عليه. جعلنا الله وإياكم من زائري الحسين سلام الله عليه في الدنيا، ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.